هذا عمل النهارده. احنا جايين نرد على نقابة الصحفيين مجلسا ونقيبا اللي قام او الذي قام بمسح جرافيت الشهيد حسين ابو ضيف والشهيد احمد محمد محمود منذ 10 ايام في واقعة الحقيقة يعني متعمدة من مجلس نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين، واقعة تدل على الخسة والحقارة والوضاعة، يعني سميها زي ما تسميها. يعني الذي يقوم بمسح جرافيت الشهيدين، كان هنا مرسوم الشهيد حسين ابو ضيف والشهيد احمد محمد محمود، ويصر على مسحهما، ويصر رغم ان اصلا يعني الجرافيت ده هو اللي بيشرف النقابه. احنا شايفين ان جرافيت الشهيد حسين ابو ضيف، الشهيد احمد محمد محمود، والشهيد تامر عبد الرؤوف، اي شهيد هو اللي بيشرف النقابه، مش العكس. يعني مسحهم للجرافيتي اكبر دليل على يعني مدى الخسه والوضاع. طب احنا النهارده جايين يا فندم على ان هم مسحوا، يعني ايه السبب ان هم يمسحوه؟ اولا السبب روح اسالهم هم، يعني حضرتك ما سالتهمش مثلا؟ لا احنا الحقيقه ما بنتعاملش مع نقابه الصحفيين مجلسا ونقيبا، يعني قضيه الشهيد حسين ابو ضيف ليها رجالتها وليها اصدقائها، وطبعا النقابه مش منهم، استحاله تكون منهم النقابه يعني مجلسا ونقيبا. لان الشهيد حسين ابو ضيف منذ اللحظه الاولى في اغتياله اصحابه واصدقائه وحركه حسين ابو ضيف هي اللي تولت قضيته، واصلا اسره ابو ضيف رافضه تدخل نقابه الصحفيين مجلسا ونقيبا في قضيته. يعني لما شفنا سيد ابو زيد محامي النقابه في القضيه يوم محاكمه مرسي رفضنا وجوده، وهو مش معاه توكيل اصلا من الاسره، وهنقول له اطلع بره القضيه، لا يشرفنا وجودك اصلا. هل النقابه ما كانش ليها اي دور فقط؟ نهائي، هي تاجرت، لا كان ليها دور فقط انها تتاجر بدم الشهيد حسين ابو ضيف اثناء الانتخابات، ثم قامت ببيع دمه ومسحت الجرافيتي. ولاحب ان اقول لك شيئا مهما، سالم ابو ضيف شقيق الشهيد حسين ابو ضيف صحيح اتصل في شهر رمضان الماضي بجمال فهمي وكيل نقابه الصحفيين، وقال له ان القضيه بتاعت الشهيد حسين ما فيهاش محامي. كان بعد ما مات السيد فتحي الله يرحمه المحامي اللي كان موجود في القضيه، كان توفى رحمه الله عليه في شهر 4 و5. فاتصل سالم ابو ضيف بيقول يعني نريد ان توفر نقابه الصحفيين لنا محاميا. كان رده ابقى اقدم له ورقه رسمي يا ابني وابقى نشوف الكلام ده. هو ده رد نقابه الصحفيين اللي كانت بتتاجر بدم الشهيد حسين ابو ضيف، اللي كانوا بيطلعوا في البرامج الفضائيه يقولوا لحسين ابو ضيف. احنا الحقيقه بنقول لهم على مجلس النقابه وعلى نقابه الصحفيين ان يخرسوا ولا يجيبوا سيره حسين ابو ضيف في اي شيء، لان الاسره رافضه، الاسره وانا باكد سالم ابو ضيف رافض، الأسرة الشهيد حسين رافضة تدخل هذا الكيان للمسمى مجازا نقابة الصحفيين. لم يكن للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين أي دور في قضية أنا بقول لك باعوا دم الشهيد، بقول لك باعوا دم الشهيد، باعوا ده هو دورهم الوحيد، باعوا دم قبل ما يكون نقيب. هل كان ليه قبل دور ولا بعد؟ هي ما أنا بقول لحضرتك ولا ده ولا ده، هو بس جه في الانتخابات تاجر بدم الشهيد، أنا بقول لك تاجر بدم الشهيد. وبعدين سالم أبو ضيف قال له إحنا مش عايزين المجلس ولا النقيب ولا أي حد يتدخل في القضية، لان نرفض التجاره بدم الشهيد حسين ابو ضيف. واعتقد مسح الجرافيتي اكبر دليل على ده. وما تقوليش بقى انه موظف هو اللي جه عمل كده من نفسه، كل حاجه بتصدر هنا من نقابه الصحفيين بتصدر بقرار من مجلس النقابه. شكرا جزيلا، شكرا ليك.